السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. النهارده هنقول لاولادنا من اين ياتي اللؤلؤ. من اين ياتي اللؤلؤ؟ اللؤلؤ هو حجر كريم باهظ الثمن، يتشكل بفعل ترسيب حبوب الرمال داخل صدفة المحار، تمام؟ فيبدأ المحار باستشعار وجود حبيبات الرمال ليشكل طبقات غطاء على تلك الحبيبات من نفس المواد التي يستعملها في بناء أصدافه، وهي مواد ذات تركيب بلوري يعكس الضوء بطريقة فريدة من نوعها. هو عبارة عن تركيب بلوري، مواد ذات تركيب بلوري بتعكس الضوء بطريقة فريدة من نوعها وتعطي بريقا لحبة اللؤلؤ، وهذه العملية قد تستغرق عدة سنوات، تمام؟ ولونه أبيض لامع. لون اللؤلؤ دايما بيبقى لونه أبيض لامع، وكانت حباته ذات شكل شبه كروي، مما يدل على أنه من أجود أنواع اللؤلؤ، تمام؟ ودلوقتي أصبح هناك مزارع لتربية المحار، ويقوم متخصصون بإدخال حبيبات الرمال داخل أصداف المحار لتحفيزها على إنتاج حبيبات اللؤلؤ، تمام؟ ولكن يظل اللؤلؤ الطبيعي هو الأجود والأسمن على الإطلاق، تمام؟ يبقى اللؤلؤ بيجي من المحار، تمام؟ وفي دلوقتي مزارع عملوها عشان يربوا فيها المحار، وبيقوم متخصصون بإدخال حبيبات الرمال داخل أصداف المحار لتحفيزها على إنتاج حبيبات اللؤلؤ، ولكن يظل اللؤلؤ الطبيعي هو الأجود والأسمن على الإطلاق، اللي هو أحسن حاجة يعني، تمام؟ دلوقتي هنقول ما لا نعرفه عن اللؤلؤ. اللؤلؤ هو الجوهرة الوحيدة التي تتشكل بفعل حيوان وداخل جسمه. يبقى اللؤلؤ حيوان المحار. اللؤلؤ هي الجوهرة الوحيدة التي تتشكل بفعل حيوان وداخل جسمه. كل 10,000 صدفة محار تنتج حبة لؤلؤ واحدة. كل 10,000 صدفة محار تنتج حبة لؤلؤ واحدة. ينتج 95% من اللؤلؤ في العالم في المياه العذبة، لكنها تعتبر أقل قيمة من لؤلؤ المياه المالحة. تاني، ينتج 95% من اللؤلؤ في العالم في المياه العذبة، لكنها تعتبر أقل قيمة من لؤلؤ المياه المالحة. أكبر إنتاج للؤلؤ الطبيعي وأجود أنواعه يوجد في الخليج العربي، تمام؟ أكبر إنتاج للؤلؤ الطبيعي وأجود أنواعه يوجد في الخليج العربي. أفضل حبات اللؤلؤ الطبيعي هي التي يكون لونها أبيض أو عاجيا أو مائلا للزهري. أفضل حبات اللؤلؤ الطبيعي هي التي يكون لونها أبيض أو عاجيا أو مائلا للزهري، تمام؟ ده من أين يأتي اللؤلؤ. نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.